هذه القصيدة إهداء لكافة المسلمين في العالم الإسلامي، وفيها سطرت كلماتي دفاعا عن جناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمام عدوان الحاقدين من كفار ومنافقين، والذين استباحوا شتم النبي الكريم بدعوى حرية التعبير، وقد قال الله فيه وفيهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد أسميتها طيب البردة. هذا وصلى الله على نبينا محمد، كتبها الفقير إلى عفو ربه أحمد ابن جمعان الزهراني في 9 جمادى الأول عام 1442 للهجرة النبوية. بسم الذي علم الإنسان بالقلم، واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم. فاستيقظت أمة من بحر غفلتها، وآخرون من النور العظيم عمي. بسم الذي علم الإنسان بالقلم، واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم. فاستيقظت أمة من بحر غفلتها، وآخرون من النور العظيم عمي. ومولد أباج الأكوان طلعته، ونوره أخرج الدنيا من الظلم. وارتج إيوان كسرى حين مولده، وعثرة في عروش الروم لم تقم. كم من ملوك تواروا بعد مطلعه، فشمسه تخفي الأضواء في النجوم. والجد أسماه محمودا بفطنته، فاسمه بصحاف الكتب كالرسم. بلي بفقد أبيه قبل مولده، فلم يذق لذة التدليل والنعم. أتت حليمة نحو الأم سائلة: أما وراه ولي ضارب الخيم؟ قالوا: حليمة، كم طفل بغير أب، وهل أتيت لأجل المال والغنم؟ لكنها رضيات إذ لم تجد بدلا، أتت به قومها تحمله في عشم. فجادت الأرض بالخيرات باسقة في ظل نفح من الهتان والديم. درى الضروع قطيعا كان يحبسه، وأورمت كطيور النعم بالشحم. وشق جبريل منه الصدر في سنة، وغسل القلب بالإيمان من سقم. وماتت الأم في الأبواء راجعة، وصابه الكرب مما ذاق من يتم. وعاش في كفل عم ناصح فطن، منافح حاميا أنعم بذي رحم. أنباب حيرى ذويه حين أبصره، وقال: هذا نبي ليس بالحلم. عليه خاف يهودا أن تلاحظه، فإن طبع يهود ناكث الذمم. وقد تسام بفضل من أمانته، وصدقه في قريش غير متهم. قالت خديجة لما جاء يخطبها مرحا بفيض من الأخلاق والشيم. وكان شأن خديج بين إخوتها، قد فضلت بكمال الدين والحكم. جاء الأمين إليه في مغارته، برجفة تشخص الأبصار لم يهم. وضمه ضمة خارت عزائمه، هلم واقبل علينا أيها العلم. اقرأ علينا من الآيات تذكرة، فقال: ماني بأهل الخط والقلم. فقال: اقرأ برب الكون معتصما قرآن يتلى إلى الأعراب والعجم. صل وسلم ذلك طيبا ودقا على نبي نقي طاهر النسم. صل وسلم ذلك طيبا ودقا على نبي نقي طاهر النسم.
وجاء زوجته حيران مضطربا مدثرا بردة للعقل متهم قالت وتالله لا يخزيك خالقنا فأنت بر كريم واصل الرحم. استيقن الأمر أن الله مرسله يهدي العباد طريق الحق والقيم وأنه داع لتوحيد خالقه وأنه هادم الطاغوت والصنم وأنه سيد السادات قاطبة وخاتم أنبياء الله كلهم وأنه الشافع المرجو شفاعته يوم الحساب بإذن الواحد الحكم. وصار يدعو إلى الرحمن محتسبا فصرمته قريش أيما صرم. فيها تنزل آيات مطهرة والقلب في غفلة والأذن في صمم. دعا أبا لهب للدين يدخله فرد تبا لهذا الأمر عن وغم. فأنزل الله آيات على عجل تبت يدا مشرك للنار مقتحم. وحاصرته قريش في شفا شعب فالصحب في فاقة والكفر في تخم. ماتت خديجة مات العم في سنة عام من الحزن مصبوغا من الألم. شادى ملاذا من الأهوال ممتنعا ينوء منه ذوي الشدات والهمم. وهاجرت ثلة لله درهم إلى النجاشي وفي العهد والذمم. وراح يدعو بقرب من قبيلته لطائف دون حراس ولا حشم. فاستقبلته رجال من قبائلها وصدهم شركهم تبا عن الحلم. كانت شياطينهم فيهم معلمة وشيخهم فاقد الأخلاق والشيم. أغروا به من وراهم من صغارهم فأدموا الساق والأقدام بالرجم. فصابه عارض مما ألم به وضيقة النفس أقسى أوجه السقم. وحل في دربه حسن يؤرقه وفكره شارد والركن منه رمي. فجاءه ملك ينبئه عن جلل إن شئت بالأخشبين أرمي وأنتقم. فقال قول شفيق نحو أمته لعل من نسلهم ينجو من الظلم. وبعدما نابه من إثر دعوته أثابه الله ترويحا من السقم. اختار للمسجد الأقصى زيارته على مشعشعة درية اللجم. صلى مع أنبياء الله ليلته فأمهم خيرهم في جمع ملتئم. وغادر الأرض بالمعراج مطلعا على السماوات والأفلاك والنجم. فمر في أنبياء ثم منزلهم قد اجتباهم إله الكون بالنعم. في سابع السبع من هذا الخليل هنا بساحة المنزل المعمور ملتزم. حتى أتى موضعا فارتاع صاحبه وقال إن أتخطى أرمى بالحمم. أعليت منزلة ما قالها أحد حتى سمعت صريف اللوح والقلم. وسدرة المنتهى بالوصف معجزة كم ينتهي في رباها خالص الحكم. سلام يتلى ونور يدن مقتربا كقاب قوسين أو أدنى لمعتصم. وشرعت حينها الخمس الفروض لنا هدي وذكر من الإصباح للعتم. وودع الملأ العلوي ليلته وعاد ركب رسول الله للحرم. وزاد إيمان أصحاب الرسول به وزاد كفر
كفر ذوي الإشراك والصنم. وبعد عشر ثلاث ثم قاسية قضي بأمر من الرحمن منحسم. يأمره بالهجرة الغراء مستترا بمطلع الفجر أو في ظلمة العتم. وبات في غار ثور معه صاحبه وثلة الكفر فوق الوهد والأكم. فقال صاحبه لو ينظرون لنا من بين أرجلهم أو أسفل القدم لأبصرونا فرادا لا سلاح لنا وينتهي خالص التوحيد منهزم. فقال معنا إله الكون حافظنا وثالث اثنين في حرب وفي سلم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب صل على المختار سيدنا بر تقي نقي طاهر النسب. وواصل الكوكب الدري رحلته حتى أتى طيبة في جمع ملتئم. فانساحت الدعوة الغراء راضية بمستقر وربع غير منقسم. وقد أصرت قريش رغم باطلها وقاتلت عصبة التوحيد والقيم. فكان ما كان منها في ربا بدر ونالهم شر ما نالوا من الرغم. لكن في أحد ما بالها أحد لقد بلي بخلاف رمي السهم. أصيب فيها رسول الله محتسبا وكسر السن والوجه الشريف دمي. لا يفلحون وقد أدموا رسولهم يا رب عفوك ذنب بالغ العظم. واستجمع القوم بالأحزاب شوكتهم دعوا يهودا مع غطفان والسلم. هبت عليهم جنود الله عاصفة وفرقتهم كسيل سار ملتطم. وفي حلول ثمان في مدينته توجه المقدم الميمون للحرم. وقد دخلها جنود الله آمنة واستيقظ الغافل المرتاب من حلم. وتم تطهير بيت الله من وثن فيها ومن مشرك فيها ومن صنم. واستبشرت مكة بالفتح عائدة كعودة اليافع المفقود وهو ضم. وازداد ثم جنود الله مقدرة وأقبل الناس للإسلام في زخم. وأكمل الله للأبرار دينهم في شرع مكتمل فيه ومنسجم. يا رب يا رب يا رب صل على المختار سيدنا أبر من طاف وصلى في الحرم. وأبلغ الناس في قول وموعظة وخير من صاغ لفظا ناطقا بفمي. فاقت صفاتك في خلق وفي خلق فكنت أفضل من يمشي على قدمي. وأستحي مدح حواء أو محاسنها ومدحه صاحب الأنوار والشيم. فحبه قرة للعين خالصة ما ينبغي مثلها للمغرم النهم. وحبه مؤنس للقلب يجبره إذا اشتكى القلب من هم ومن سنم. اسمي عليه وحبي ليس منقطع متيم وهو أوفى الخلق بالذمم. يا هاديا لصراط غير ذي عوج وصاحب الخلق الموصوف بالعظم. منافح في سبيل الله غايته لم يستطب مفرشا يوما ولم ينم. يقوم في ليله خوفا وتذكرة
تفطرت من قيام أخمص القدم يا رحمة الله نحو الخلق قاطبة وصفوة الله مبعوثا إلى الأمم وأكثر الرسل أتباعا بطاعته وأول الخلق مبعوثا من الرمم وأول الداخلين أعتاب جنته وصاحب الحوض يا بشراك بالغنم فهب لنا شربة من حوض سيدنا بيوم حشر وكل الناس فيه ضمي وجاء في محكم التنزيل تبصرة أربع ذكره فيهن متسمي بالشرح والكوثر الغراء والنصر وفي الضحى ذكره من بارئ النسم صل عليه صلاة منك واحدة يصلي الله عشرا عنك بالكرم وسار كل رسول نحو أمته وجئت للناس مثل الشمس للظلم يكفي بأمية المختار معجزة يحيي القلوب ويخرجها من الظلم نصرت بالرعب لم تخضع لطاغية وخافك الفرس والرومان من جرم سراج نور بشير شاهد علم حتى اقتفى نوره الأعشى وكل عمي أبان موسى يدا بيضاء معجزة وأنت أخرجت أرواحا من الظلم وجئتنا بكتاب الله معجزة فيه الشفاء من التشكيك والسقم يا رب يا رب يا يا رب صل عليه كل ما ذكر وكل ما شاء أمرا بارئ النسم ولهفة الناس في تصديق دعوته أصاب أنف ذوي الصلبان بالرغم بمجلس الأمن أحكام مرتبة وما به إن تآخى الذئب بالبهم وقادة الغرب في حقد تناصبه عداوة تنشر الأحقاد كالحمم أمريكا حالت عراق العرب مقبرة وصيرت ديرة الأفغان في حطم والروس قد دمروا بالشام حاضرة من بعد جاسوا بها بالغيظ والنقم أما فرنسا فكان الشرق مسرحها لكن تلاشت وهانت منبة الجرم وقال مكرون نشر العار تجربة حرية الرأي فوق الدين والحرم ما بالكم لا تذوبوا في حضارتنا وحالكم فقر والإسلام في أزم إن كنت تعطي يا مكرون موعظة فكم بلينا بكيد الثعلب الحكم هذا الحجاب حرام في حضارتكم فأين حرية الإنسان محتشم لما انتقاد بني سام مجرمة والمستبدون مدعومون من كدم لما الهياج إذا ما النقد طوقكم فيظهر الحاكم الجبار كالقزم لما الدخول إلى الإسلام يرهبكم فيقذف الباغي الزنديق بالتهم من سارق الماس من إفريقيا كتل من عبد الناس كم مقتول بالجرم ما عاد تمضي على عقل دسائسكم يا بائع الزيف والتدليس والوهم فكافح الظلم مهما كان مصدره وعلق القلب بالرزاق كي يقوم من يظلم الناس لن ينجو بفعلته فكيف وهو لدى جبار منتقم والخائنون أخو صهيون داخلنا يؤازرون أعادينا على الغنم وينقضون عرى الإسلام في شبه تترافهم يوردون السم في الدسم هذا صحيح البخاري عز جانبه زكاه كل عليم بالغ الهمم
فيحملون عليه من جهالتهم يسوقوا شبها قيلت من الرخم يحاربوه ولم يدروا بسيرته يجادلوه بفكر صيغ بالوهم وينقذون حديث المصطفى بهوى لا يدركون وينقذون حديث المصطفى بهوى لا يدركون بأن السقم في الفهم فدين ربك تقبله النفوس وإن قاموا حواجز أو صاغوا من التهم أعادنا الدين إخوانا وأيقظنا من بعد كنا بلا وعي ولا همم إن التفارق يستهوي العدو بنا من يكسر العود لا يقوى على الحزم فإن فرقتنا شؤم يؤرقنا وإن قوتنا في الشمل ملتئم يا رب نسألك ظفرا موقظا همما ورافعا أمة الهادي على الأمم بالعلم والعقل نعلي من تطورنا والعدل قبل بلوغ المجد والقمم حتى تعود كما كانت حضارتنا تشع نورا على الإنسان بالحكم جهادهم في سبيل الله ما أقصده فنعم معتمد بالله معتصم وفتحوا مشرق الدنيا ومغربها لم يجعلوا الفتح للأموال والغنم وأدخلوا الناس للتوحيد قانعة وخلصوا الناس من كبر ومن ظلم وقد أبانت لنا الدنيا طبائعها بأنها من يذيق السم في الدسم وأنها زهرة بالهم فاتنة ومن خطبها يقينا حامل الندم والعمر إن طال بالسبعين يتبعه ضعف وحتف وإلا الضامر الهرم صل وسلم وبارك طيبا وبقا على نبي نقي طاهر النسم صل وسلم وبارك طيبا وبقا على نبي نقي طاهر النسم عادوا فرادى إلى قبر بلا سند حتى الذي كان ذا مال وذا حشم ما للسعادة عنوان تبيت به في ساحة القصر أو في ساحة الخيم أد صلاتك في التوقيت محتسبا وصل ما شئت أخرى دلجة العتم يزين إبليس للإنسان طاعته كما يزين ما للصيد من طعم وإن قسى القلب من ذنب ومعصية فسح دمعا غزيرا عند ملتزم الشعر أشهب والطاعات ناقصة والقلب يلهو في بيد بلا لجم لو كنت مستقبلا أمري بآخره أطفأت برقا بدالي منه بالكتم أستغفر الله من قول بلا عمل زرع بلا ماء عقباه إلى حطم وهذه سيرة المختار أرسمها في فضله فهو أهل المدح والكرم أسميتها بردة المختار طيبة في حبه خدمة للدين بالكلم لعل تمحى ذنوب أن صاحبها وقد أصابت نياط القلب بالسمم وإن أتى كل عبد صالح بتقى أتيته بثياب الحزن والندم ويغمر القلب للهادي محبته وأنني أحمد اسمي عليه سمي مضيت في درب من أهوى بمدحكم بوصير شوق زهير بالغ الشيم ولست في بردتي همي أطاولهم فمن يجاري جبال الفخر والقمم ثم الصلاة ثم الصلاة
ثم الصلاة على الهادي معلمنا، أجل ما يتغنى ناطق بفمي. أبر من سار نحو البيت مرتجلا أو بالجياد وفوق الأينق الرسم، شبيهك البدر في خلق وفي سمة، وصاحب الخلق الموصوف بالعظم. ثم الصلاة على الآل الكرام وهم نجوم درب أولي الألباب والحلم، وللصحاب أبي بكر خليفته، وأفضل الناس بعد الرسل ذو الكرم، وبعده عمر الفاروق زاهدهم، مجندل الروم فوق الفرس بالرغم. سبيله الحزم للإصلاح مبدأه، والحزم أمضى من الإرغام للأمم. ما ضر عثمان راعيها ومنفقها في عسرة الجيش من ركب ومن طعم. وذا علي فقيه فاهم فطن، غضنفر وأخ الهيجاء ذي همم. وارحم صحابته والتابعين لهم والمؤمنين وذي الإصلاح كلهم. واكشف عن الأمة الغراء كبوتها، فقد رماها العدا بالسيف والتهم. والختم بالحمد للرحمن نشكره، فنحن في زحمة من واسع النعم. أبياتها ضمنت 70 مع 100، فاكتب لنا أجرها يا واسع الكرم. صلِّ وسلِّم بارك طيباً على نبينا طاهر النسم. صل وسلم وبارك طيبا ودقا على نبي نقي طاهر النسم.